رجع لخير. قصة بقى جديدة، ده الهدف، ده الهدف. هو بإيده ولا لأ؟ يعني في لقطة كده أو في كاتب يقول لك إن هو بإيده فعلا نزل اللاينز مان على طول يتعامل في القصة. الحكم طلع بص على موبايل، رجع أهو، رجع لغى هل الموضوع ده قانونا مظبوط ولا لا؟ كابتن جهاد جريشه مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير، حضرتك على كل مشاهد. ازيك كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله، فضل ونعم ربنا. كله تمام؟ الخطوه دي صح ولا غلط ولا قانونيه دي؟